من جانب آخر، أعلنت جامعة الشارقة عن طرحها لبرنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتحلية المياه الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وعلى مستوى العالم، وذلك بعد حصوله على الاعتماد الأكاديمي من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيتم طرحه مطلع العام الأكاديمي القادم. هنا تعلمنا ولا نزال نتعلم، وما تزال جامعة الشارقة تضع العديد من التخصصات على رأس أولوياتها مواكبة للتغيرات وحاجة سوق العمل. فمن بين كلياتها انطلقنا وصولاً لكلية الهندسة لنكشف تفاصيل تخصص جديد أعلن عن إطلاقه للعام الأكاديمي القادم، وهو بكالوريوس الهندسة الكيميائية وتحلية المياه، والذي أطلعنا على تفاصيله الأستاذ الدكتور معتز علي منسق البرنامج. ميزة هذا البرنامج كما ذكرت طبعا، ليش أنه فريد من نوعه والأول يمكن يكون في المنطقة أو في العالم بأسره، أنه هذا البرنامج مساقاته العلمية وضعت من قبل خبراء تحلية، وطبعا بكل اعتزاز وفخر شاركت شركات المياه الوطنية المحلية في وضع بعض المساقات العلمية لتخدم التحلية. فهذا البرنامج برنامج مكثف يحتوي على مساقات علمية ذات طابع أيضا بحثي في تحلية مياه البحار. تخصص هندسي جديد يتاح للطلبة للحصول على مهنة مهندس تحلية متخصص في تحلية المياه، حيث حصل البرنامج على اعتراف من وزارة التربية والتعليم، وتم إطلاقه بعد دراسات موسعة واستشرافية. لا يوجد هناك لا في المنطقة ولا في العالم برنامج متخصص في تحلية المياه. في مهندسين مختلفين من أقسام مختلفة يقومون بعملية تشغيل محطات، لكن لا يوجد هناك مهندس متخصص في التحلية يقوم بيعرف بشكل تفصيلي عملية التحلية منذ دخول مياه البحار إلى نهاية حصولك على المياه الحلوة. إذن بعد 4 سنوات سنكون على موعد مع أول دفعة من الخريجين المتخصصين في مجال الهندسة الكيميائية وتحلية المياه، والقادرين على صناعة المستقبل في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل البنية التحتية المجهزة في الجامعة. إذن مطلع العام الأكاديمي القادم ستكون الفرصة متاحة أمام الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذا التخصص النادر والمواكب لحاجات سوق العمل. لأخبار الدار وليد الأصبحي من جامعة الشارقة.